واستعرضت اليوم مع فخامة الرئيس يوهانس الخطوات التي تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان، وصولاً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم 11 سبتمبر 2021، والتي تشمل التعاطي مع مختلف الأبعاد التي تنطوي عليها قضايا حقوق الإنسان في البلاد، بما يتضمن تحسين مستوى المعيشة ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. لا يسعني في ختام كلماتي إلا أن أؤكد مجدداً سعادتي وترحيبي بفخامة الرئيس كلاوس يوهانس رئيس رومانيا في مصر، وأتقدم بخالص الشكر على الدعم الذي يمنحه لعلاقات بلدينا الصديقين، معرباً عن صادق تمنياتي لدولة رومانيا حكومة وشعباً بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار. وأشكر فخامة الرئيس على دعوته الكريمة لي لزيارة رومانيا التي أتطلع إلى زيارتها في أقرب وقت. مرة أخرى أرحب بفخامة الرئيس وأتمنى له التوفيق. تفضل.